في شي مرة وعد بمشكلة انك تقسم على 9؟ هلأ عنا فكرة جديدة يلي هي بتخلينا نطلع جواب التقسيم على 9 بشكل سريع. خلينا نشوف هذا الرقم. عندي 1 3 1 1 0 2 1، تقسيم 9. كيف بدنا نبلش بالعملية هيدي؟ اول شغلة بننزل الواحد، بعدين شو بنروح؟ بكل بساطة بناخد الواحد وبنجمعه مع 3 اللي حدها، بصير قديش عندي؟ بصير عندي 4. نرجع بناخد 4 مع الواحد بصير عندي قديش؟ بصير عندي 5. بنرجع ناخذ 5 مع الواحد بصير العملية قديش؟ 6. بس بتطلع اسهل يعني عملية الديفيجن اللي كنا نعملها من قبل. المهم 5 و1 6، بعدين بنقول 6 مع 0 بتعطيني 6، بعدين 6 مع 2 بتعطيني 8، بعدين 8 مع 1. هون العملية هلا بدنا نعمل ستوب، اللي هي 8 مع الواحد هي اخر رقم. هلا نجي بنعملهم، ناخذهم على جنب، ناخذ 8 مع 1 بتعطيني 9، بنجي لل 9 هيدي بنقسمها على 9. لما بتقسم هيدي على 9 بده يطلع عندي 1. شو بنعمل بالواحد هيدي؟ ما بنحطه حد 8 على اليمين لانه مشكله هي، اوكي؟ بدنا ننتبه لها، هي الخطوه فيري امبورتنت، يعني كثير مهمه هالخطوه، اوكي؟ ناخذ الواحد وبنجمعه مع 8، يعني اخر سبيس هذا اللي قلنا عنه اللي حطيت الدائره الحمراء، حطيت لكم اياه هون انه مشان هيدا ما نقرب صوبه، فبنجمع الواحد مع 8 وبيعطيني 9 وخلصت. عجبك الفيديو؟ شير ولايك وسبسكرايب للشانل. وهلا خلينا نروح لل الفكرة الثانية، لأنه بعد في عندي هون يعني فكرة صغيرة بدكم تنتبهوا لها، إنه هلا مثلا عم بجمع 6 مع 1، أوكي؟ أعطتني 7، جمعت 7 مع 1 أعطتني 8، هون في عندي مشكلة هلا، 8 ما بتنقسم على 9، لأنه إذا جيت بدي أقسم 8 على 9 بدها تعمل لي مشكلة، بدي تضل في عندي بشيء بسموه باقي أو ريمايندر بالإنجلش، أوكي؟ إذا قسمت 8 على 9 بيطلع عندي ريمايندر. بكل بساطة شو بنعمل؟ يعني ما بدك كل هالحكي وكل هالشيء، في ريمايندر 8 بنحط إنه في عندي باقي إيكوال تو 8، ودان خلصت، انتهى الموضوع، يعني ما بزيد أي شيء للسبعة. طيب بعد في عندي حالي كمان تاني، لما بجمع وبصير عندي الجواب أكثر من 10، يعني مثلا نفس الرقم بنقول بس زدنا غيرت رقم، أنا مثلا هون حد الواحد على اليمين حطيت 7، بدي أجمع هلا 6 مع 7، 6 مع 7 بتعطيني قديش؟ بتعطيني 13، ما بتعطيني 8 أو 3 أو 6 أو 4 أو 5، بتعطيني 13، يعني أكبر من 10. فبهيك حالي شو ممكن نعمل نحن؟ بننزل 3 وشو بنعمل بالواحد؟ بنجمعها مع الرقم 6 اللي طلع قبل، 1 و6 بيعطيني 7. في أبسط من هيك؟ ما في أبسط من هيك، بس بدكم تنتبهوا لما هلا بدي كمل عملية الجمع، شو بدي أعمل؟ بدي انتبه إنه بدي خلي 13 وبرجع بقول 13 مع 1 مش 3 مع 1، ما فيني أقول 4، لا 13 مع 1 بصير 14. هلا بننزل الأربعة مثل ما حكينا وبنجمع الواحد اللي كان حد الأربعة مع 3 بصير عندي 4. هلا بنرجع بنقول 14 مع 1 بيعطيني قديش؟ بيعطيني 15. بناخذ ال 15 مثل ما حكينا من شوي وبنقسمها على 9. 15 على 9 كم 9 في بال 15؟ في وحده، 9 وحده، بس بضل في عندك ريمايندر. قد ايه الريمايندر الباقي اللي هو قديش؟ بضل في عندي ريمايندر 6، لانه 9 و6 بيعطيني 15، اوكي؟ ففي عندي 1 9 بال 15 بس بضل في عندي ريمايندر الباقي اللي هو 6. بنجي بناخذ الرقم اللي عملناه هون، شو اتفقنا؟ بناخذ الواحد، بناخذ الواحد لعند الاربعه، بنجمعها مع الاربعه بتعطيني 5، وبضل في عندي ريمايندر 6. شو رأيكم؟ هون بيسهل هلأ الوضع انه نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل حتى يوصلنا كل شي في عنا شغلات جديدة لقدام. باي لهلأ.